السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم من جديد في قناة الشيف الشاذلي. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا هو الطاجين في هذا الساك. هذا غادي نمشيو دابا ستانلي بارك، هذا البارك كبير موجود هنا في فانكوفر. المهم اليوم بغينا نخلقوا واحد الجو زوين، بغينا نضحكوا، بغينا نتفرحوا، بغينا نشدوا السول. اليوم الروبو سيام حنا كنضربوا في شماله، وكيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو كنجمعوا في الطاجين المسائل ديالنا. ويلا معايا دابا نمشيو سيلي بارك، كلشي على الساك. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا حنا دابا خرجنا من المحطة هنايا، وصلنا واتر فرونت ستيشن، وغادي نخرجوا دابا نشدو الطوبيس. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشدو حنايا نمرة 19 سيلي بارك. هو 19 كيف ما كتشوفوا معايا رجاء. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا احنا نزلنا من الطوبيس، وهذا هذا هو السين لي بارك. كيف ما كتشوفوا راه كله خضوريه وكله شجر وكله دنيا زينه. كيف ما كتشوفوا معايا الدنيا، انا شوفوا فين ما هزينا راسنا فين ما شنا كاين الدنيا خضراء. المهم دابا غادي نتمشاو وغادي نشوفوا شي كوان اللي غادي نريحوا فيه، نحطوا الطاجين بعدا نقصيو. المهم اجيو دابا نمشيو دابا نشوفوا شي بلاصه اللي غادي نريحوا واجيو نكتشفوا ستانلي بارك. والله يا برا لا يا برا. زين زين، واش غنخرجوا شي بلاصه ما كايناش؟ بغينا نكتشفوا حنايا، حنا غنكتشفوا وانتوما غتكتشفوا معنا. زين زين، هذا راه واقيلا انا ريستورو غادي كيف ما كتشوف، راه كراسي على برا كريسات. المهم راه كاين القهاوي هنايا، ها الفريز راه فين مريح تحت الشجر ديال التوت. ها زيد شوفوا لي الدنيا هنا كي داير، شوف هنا سيلي بارك روك جاردن. ها شوفوا لي الدنيا، شوفوا لي الطبيعه، شوفوا هنايا كيفاش داير. الناس دابا راه كتمشى مع راسي. المهم هذا هو البدايه دابا ديال سيلي بارك، هو هذا دابا هذا هو الديبي ديالو. تقدر تمشي من اي بلاصه، وكيف ما كتشوفوا معايا الديكور هذا، شوفوا الدنيا هنا كي دايره، راهي الخريطه كاينه تمايا كيف ما كتشوفوا. شوفوا الناس راه واخدين البيكالاج كيتسركلو مع راسهم. هنا هادي صحاب المشيه بنادم اللي باغي يتمشى، والفوق طبيعة الحال ديال البيكالاج. المهم رجعت الوسط ديال الغابة كيف ما كتشوفوا معايا. نايس. بالنسبه للغابه ديال ستانلي بارك اللي هي اكبر غابه كتواجد هنايا في فانكوفر، وقلت تقريبا يعني في كندا كامله، المساحه ديالها 400 هكتار. شنو نقول لكم، الريحه ديال هاد الورود وديال الاشجار هادي والله العظيم الا كشطك واحد النفس اللي هو زوين كتنفسو كتسبيري، يعني صراحه الواحد اصلا عز عليه الطبيعه، يعني بكثره انك كتبقى تشوف الطوموبيلات، تشوف الحيوط، تشوف الديور، العين حتى هي كتبغي تفسح، كتبغي تشوف بعيد. وكيف ما كتشوفوا معنا انتما، احنا الوسط وإبداعيات ليا الله يلايات. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خرجنا ها الناس عاوتاني فين مريحين هنايا، كله فين مريح، العائلات الناس كتمشى هنا الباركينغ. كنقلبوا دابا على شي بلاصه في هاد الليله نمشيو نجلسوا.
وكيف ما كتشوفوا معايا اصوي كده حنا دابا غادي نريحوا هنايا صراحه غادي نفرشوا الفوطه ديالنا قدام هذا الجمهور هذا كيف ما كتشوفوا معنا. المهم اش غادي نقول لكم مكرهش شي واحد يجي ونسي الطاجين حيت كبير راه مهور ويدوق الطياب ويقول لنا الطاجين كيفاش داير نعم سيدي هارا بالرعار دابا نفرشوا زيدوا معايا كاين انا براني كنقول لكم خصك تكون ناضي كنان ها الفويطه هي اللي غادي نفرشوا هي اللي غنجلسوا عليها منادا لما نادا انا مزيان ايوا هاد لما هاد باقيين باردين كديرهم في الفريغو اوبلا 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 انا ومن قال انا غادي نجيبكم تشوفوا نحط القعده ونعيط لكم تخموش انا الخبز باين مغربي جيب معايا كيلو ديال الخبز نقول لكم بركه راه زوينه خطيره والبط هنايا راه موجود انا غنوريكم واحد البط هايل يعني. ها انتوما شوفوا ها بس شافا البط موجود هنا هيه تو كاين البط وما الجليسه فين جالسين دابا وسط الاشجار هذه زيدوا نكملوا البريكه زيدوا خلا كريم صاحبي قال لك هادي هي البطاطا فريت كاينه كريم هاجو تشوف الطاجين دابا وانا الطاجين ديال السلمون والبروكولي والشامبينيو والطوماط ما انا بالرحمه انا زعيني ما كرهش شي واحد يجي يقصر معايا ما راه يقولي شنو هادشي نقول له هذا طاجين مغربي نقول له مرحبا بك حيت حنا دابا المغاربة حنا مولفين بهذا الشيء فهمتي بسم الله هاي ساهل كيحنحن الشامبيني بالتوابل المغربية هاد الفم ديال الطاجين مالو كيشوف فيه السلامون عرفت شو مالو غير مسهد عرفتي كيفاش طايب زبدة يا سلام طاجين جواع مع هاد الجوادة تاهو واعر تهز عينك مع الطبيعة تاهي واعرة الما قدامك تاهو واعر الروبو الواحد ضروري خصو يخرج يدي فولة وكيف ما كتلاحظوا معايا خرجنا دابا من هنا وهذا هو البارك هنا فيه الالعاب ديال الدراري الصغار الماء وهنا كاين البحر ربنا ادم راه كيعوم كيف ما كتشوفوا معايا الناس راه كتعوم معايا مصيفين الناس عاوش انا مريحين الفوق ديال هاد الجريده هادي هي راه ماشي جرده راه بارك المهم شوفوا لي الاجواء كيف دايره وهنا كيف ما كتشوفوا معايا دابا هو الممر اللي صورنا في الاول وفي الثاني يعني لقينا دايرين من هنا غادي يعاود يرجعنا لنفس المرحله او نفس الانطلاقه الاولى اللي كاينه في الاول ديال البارك فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما درنا شوفوا شنو لقينا هنايا لقينا الناس كتبحر وغنمشيو حتى حنا نتسطاراو وغادي نتبحروا المهم شوفوا الدنيا كبيره غادي نتبحروا حتى حنا مع هاد الناس فوالا حنا حيدنا المرقه واحنا نزلنا للبحر حيدوا المرقة حنا حنا مبقاوش نحشو صافي نديرو شي تلاحية ونتشمشو شوية نعام سيدي وبنادم انا راه عايش الحياة قال لك القرعة كاين القرعة الاول الفراز موجود عشيري الدنيا مشمشة
ورقوا لي ورقوا. هنا الغريب في الامر يعني كتخلي تليفونك كتخلي بسطامك كتخلي وراقك وما كاينش اللي يقرب لهم صراحه شم الله يعني كتشوف بالك مهني كتخيل راسي دابا صراحه شي بحال في البلاد وما نكذبوش هادشي راه كاين اللي ما خليتيش حوايجك عند شي واحد ولا عند شي مرا راه ما هادي الله واش واش نقول لكم الله يهدينا يا رب. فوالا حنا لبسنا السبرديله غادي نمشيو دابا نتحركوا سخيناش بهذا البحر الزوين غدا عندنا الخدمه مع الصباح. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا غادي في الطريق مالي هذا المكان هذا وانا نجلس فيه صراحه الواحد يشوف شويه الطبيعه عاد باش يزيد يكمل الطريق حيت صراحه هذا المكان يعني ما غادي نعاود نرجع ليه حتى نكتشف الاماكن الاخرى وعاد باش غادي نعاود نرجع لهذا المكان صراحه للواحد يعني ما كيسخاش به مكان زوين في طبيعه زوينه وسط الشجار كتنفس كتاخذ واحد النفس اللي هو زوين وبطبيعه الحال يعني تبحرت دازت العومه زوينه صراحه يعني بدلت النهار وغادي دابا نكمل الطريق حيت راه باقى ليا تقريبا واحد المسافه ديال ساعه ديال الطريق على رجليا عاد باش غادي نخرج من هذا البارك هذا ونشدو عاوتاني الطوبيس ونمشيو عاوتاني للجرانفيل ونركبو في التران ونرجعو للدار مارين درايف. وخوتي يعني غادي نسالي الفيديو هنايا كنتمنى يكون عجبكم ودائما كنبغي نكون خفيف على قلوبكم واللي ما داير جيم يدير جيم واللي ما مابونيش يتابونا ودائما غادي تشوفوا الجديد في قناه الشاف الشادلي وكنتمنى هادشي اللي كندير يعني يكون عاجبكم ولا ما عجباتكم شي حاجه ولا عندكم شي ملاحظه ولا شي حاجه بحال ما هكا يعني تقدروا تخليوا لي في التعليق وراني غندير بالراي ديالكم وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. السلام عليكم مع تحياتي محمد الشاذلي انا فانكوفر يا الله. السلام عليكم.